أصحاب صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدات والسادة، أصحاب الفخامة والجلالة وسمو ملوك ومراء رؤساء الدول، إننا نعيش في هذه المنطقة وعلينا أن نتخذ خطوة واحدة موحدة. من الصعوبة بمكان أن نصل إلى حل مشترك، ولكن علينا أن نخفف هذه المعاناة. بالأمس ذهبت إلى معبر رفح حيث شاهدت حالة من التناقض، أزمة إنسانية تحدث من ناحية، ومن ناحية أخرى شاهدت مئات الشاحنات المحملة بالمؤن الغذائية والمواد الطبية. لسنا فقط نعبر المعبر، ولكن على جانب المعبر من الطرف الآخر أشخاص بلا مأوى، بلا غذاء، بلا دواء، أمهات تعاني، أطفال تعاني، وعلى الجانب الآخر شاحنات ملأة بالمؤن، وعلى الجانب الآخر معدات جوعى خاوية من الطعام. كل هذا لصعوبة عبور الممرات وصعوبة عبور المؤن الغذائية إلى قطاع غزة. وأود أن أعرب عن خالص شكري لمصر على هذا الدور الحاسم الذي تلعبه مصر، ولكن شعب غزة بحاجة منا إلى التزام لبذل المزيد والمزيد وتقديم كل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبالطبع نحن نعمل بلا كلل ولا ملل مع كل الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة. السيدات والسادة، لأكون واضحا معكم، إن معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناة يجب أن نتخلص منها، لأن قضيتهم عادلة وشرعية. كذلك فإن هذا الصراع الذي دام أمده على مدى 65 عاما علينا أن لا ننحيه جانبا، ولا يمكن لأي شيء أن يعلل الإجراءات التي اتخذتها حماس والتي تهدد بها الإسرائيليين المدنيين. كذلك فإن الأمور المروعة بحق الفلسطينيين يجب تطبيق القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف، يجب تطبيقها والالتزام بها، وعلينا أن نحمي المدنيين وألا نهاجم المستشفيات والمدارس ومقرات الأمم المتحدة وكل الملاجئ. السيدات والسادة، أصحاب الفخامة، إن هدفنا قصير الأجل يجب أن يكون واضحا، تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة مستدامة وبلا توقف إلى غزة، كذلك تحرير الرهائن بطريقة فورية، وكذلك بذل الجهود لمنع انتشار واستشراء العنف الذي سوف يشتشري في المنطقة. وكذلك أود أن أدعو إلى وقف إطلاق النار الآن. أصحاب الفخامة، إن جهودنا جميعا ومواردنا جميعا بحاجة إلى بذل المزيد والمزيد، ونحن نركز على وقف بحر الدم هذا لتحقيق الأمن والسلام على أساس حل الدولتين. إن إسرائيل يجب أن تكون هناك حاجة لكفل السلام لها والأمن لها. كذلك وعلى الشعب الفلسطيني أن يحقق آماله بناء على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. حان الوقت لاتخاذ الإجراءات لإنهاء هذا الرعب وهذا الكابوس. كذلك هذا الكابوس الذي يهدد الأطفال في فلسطين وإسرائيل بل والعالم. شكراً.